أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، ونبدأها كالعادة بالعناوين. أحد مرافقي اللواء اليافعي يتحدث عن آخر اللحظات التي سبقت استشهاد نائب رئيس هيئة الأركان. موقع أخباري يقول اليمنيون وحدهم غير قادرين على نزع جميع الألغام. الصومال يحتفل اليوم بتنصيب فرماجو رئيسا رسميا للبلاد. عملية إنزال لتحرير امرأة من طليقها في الرياض. أهلا بكم، والبداية من تداعيات استشهاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء أحمد سيف اليافعي، حيث ينقل موقع الصهريج نيوز عن أحد المرافقين الشخصيين لليافعي قوله: كنا نائمين وكان أحمد سيف بجوار سيارته وأنا وبعض المرافقين خلف الطقم العسكري ولا تفصل بيننا وبينه إلا أمتار قليلة. وأضاف: عند الساعة الرابعة فجرا حدث انفجار رهيب، استيقظت من النوم ورأيت آثار دخان وتراب، واتجهت إلى مكان اللواء اليافعي وشاهدته مغميا عليه ويتنفس بصعوبة، أنادي عليه ولم يجب وتوفي بعدها مباشرة متأثرا بضغط الانفجار، حيث لم يصب إلا بشظية بسيطة أسفل الرقبة. وأشار العقيد أحمد عبد القوي إلى أن الصاروخ أحدث فتحة في الأرض بعمق 5 أمتار وسقط وسط السيارات، ولفت إلى أن استشهاد 2 فقط من مرافقي اللواء أحمد سيف اليافعي. موجة نزوح كارثية للألاف من المواطنين الذين يفتقدون لأبسط مقومات الحياة، تاركين منازلهم وممتلكاتهم هربا من ولات الحرب التي تشهدها مديرية المخا الساحلية، وقال موقع الاشتراكي نت: المواجهات في المخا أدت إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية بشكل كبير، راح ضحيتها مئات الأسر التي باتت حالتها مزرية وتواجه مصاعب ومخاوف مقلقة بعد نزوح غير مسبوق من مناطقها صوب مديريات الحديدة الساحلية. وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من 8000 نازح اضطروا للفرار من الصراع العنيف في مدينة المخا، والذين استقبلتهم عدد من مديريات محافظة الحديدة. وقالت المنظمة أن الآلاف من المواطنين لا يزالون عالقين وسط الاشتباكات في مدينة المخا، متوقعة أن يستمر تدفق النازحين من المدينة خلال الأيام القادمة بحثا عن مناطق آمنة. سلمان الحميدي كتب في يمن مونيتور مقارنة بين ميليشيا اليوم وميليشيا ما قبل ثورة 26 سبتمبر، ويروي أنه لا فرق إلا من حيث التسليح وحجم الدمار. ويقول الحميدي في جزء من المقال: صنعاء مطوقة من كل الجهات، بعد أيام يستسلم الثوار. كان ذلك في مارس 1948، لقد فشلت ثورة الدستور وتشتتت مواد الميثاق الوطني بأيدي القبائل المناصرة للإمام الذي أطلق عليهم اسم أنصار الله. يفترض أن ينتهي المشهد هنا عقب استسلام الدستوريين المتواجدين في صنعاء، لكن الإمام أحمد وإخوته أباحوا لأنصارهم صنعاء في مشهد بربري موحش. لماذا ذلك؟ ذكر محمد أحمد الشامي في كتابه رياح التغيير في اليمن أن أنصار الإمام وصلوا إلى الدستور الذي كان مخبأً في وسادة أحد الثوار بصورة ما. تكرر المشهد في 2014، لقد كان الحوثيون شركاء في الحوار الوطني الذي اختتم أعماله في يناير 2014، وقد انبثق عن الحوار لجنة لصياغة الدستور وبدأت أعمالها وانتهت. عقب ذلك تم اقتحام صنعاء. يفترض أن يتوقف جنون الميليشيا الإمامية عند هذا الحد، لكنهم لم يكتفوا بذلك، فقد أعلنوا توقيف العمل بالدستور وأعلنوا ما أسموه اللجنة الثورية العليا. لا فرق بين ما عاشه أجدادنا وبين ما نعيشه نحن إذن. قد تكون تقنية التدمير السريع متوفرة للحوثيين أكبر من الأيام الأولى، لديهم خبرة في الديناميت وفي التلغيم، ولأن هؤلاء لا يعتبرون من التاريخ فمن الطبيعي أن تكون النهاية واحدة. هذه المرة شعب بأكمله سيلوح لكم بعصا مطارقه كي لا تعودوا مرة ثالثة. اليمنيون وحدهم غير قادرين على نزع كميات الألغام الكبيرة التي زرعتها الميليشيا، وفقا لموقع المصدر أونلاين. فإن الحكومة اليمنية
تطالب في نداء عاجل وجهته للمجتمع الدولي بمساعدتها في نزع الألغام. وأقل الموقع أن الحكومة اليمنية طالبت المجتمع الدولي بمساعدتها في نزع الألغام التي خلفها مسلحو جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق صالح بعد عامين من الحرب. وقال بيان للحكومة أن الألغام تسببت بمقتل وجرح مئات الضحايا من المدنيين خاصة الأطفال والنساء، وصعبت من حياتهم بعد عودتهم إلى منازلهم وقراهم التي كانت تحت سيطرة الحوثيين. وأشار البيان إلى أن زراعة الألغام تمت بطريقة عشوائية وغير منظمة أو موثقة بخرائط، ما يشكل صعوبة بالغة في كشفها والتخلص منها. في أحد عناوين موقع يمن مونيتور، قال الموقع نقلا عن الأمم المتحدة أن شركة سلاح برازيلية شحنت أسلحة إلى نجل مهرب سلاح معروف في اليمن. وقال تقرير للأمم المتحدة أن نجل تاجر أسلحة معروف في اليمن كان المعني بصفقة مسدسات قادمة من أمريكا اللاتينية. وأشار التقرير إلى أن ولد الشخص الوسيط في الصفقة مدرج في قائمة العقوبات الدولية، وهو مهرب أسلحة معروف، وقد كان في الماضي من الشركاء المقربين لعلي عبد الله صالح، وهو أيضا مرتبط ارتباطا وثيقا بالحوثيين. آثار الحروب على سعر صرف العملات. تحت هذا العنوان كتب محمد السعدي مقاله المنشور في موقع الموقع بوست، وقال في جزء من المقال: الحكومة لم تطبع العملة إلا بعد أن اختفى الريال من التداول، وصار الاقتصاد والمواطن يعاني الأمرين جراء ذلك. وهذا سبب كاف ومبرر قوي يدعم القرار الذي اتخذته الحكومة بطبع العملة. ما عملته الحكومة سيؤدي إلى دوران عجلة التنمية وإنعاش الاقتصاد، ولن يكون له العواقب السلبية التي تم الحديث عنها إذا زادت كمية العملة المطبوعة عن احتياجات السوق. وهذه مسؤولية البنك المركزي الذي يجب عليه تحديد الكميات التي يفترض طباعتها وفقاً لمقتضيات التنمية الاقتصادية والاحتياجات الطارئة. وإذا كانت الكميات التي تم طباعتها أكثر من الحد المطلوب، فعلى البنك احتجازها في خزائنه وعدم الإفراج عنها إلا عند الضرورة التي تحتمها القواعد الاقتصادية المعروفة. وعليه فإن استخدام من يسمون بتجار الحرب إصدار العملة كمبرر للمغالاة برفع سعر العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني ليس له أي سند علمي، وقد يتسبب بآثار كارثية على المواطن والاقتصاد. وعلى الحكومة تقع مسؤولية الرقابة والتوجيه. والخطوة الأولى والتي أرجو أن يتخذها البنك المركزي هو إعادة سعر الصرف إلى 215 ريالاً للدولار الأمريكي. وعلى الوزارات المعنية والمحافظين العمل على إعادة أسعار السلع والخدمات إلى ما كانت عليه، وتفعيل الرقابة الفاعلة والدائمة على الأسواق. كشفت تقارير اقتصادية عن توجه سعودي يمني لإنشاء مناطق تجارية حرة بين البلدين، خاصة في منطقتي نجران وجيزان الحدوديتين مع اليمن ضمن مشاريع إعادة إعمار اليمن. وفقا لموقع الموقع بوست، فإن التقارير أشارت إلى أهمية إنشاء منطقة تجارية حرة على الحدود السعودية اليمنية، حيث سيسهم المشروع في خدمة اقتصاد البلدين وزيادة التبادل التجاري والاستثماري، إلى جانب إيجاد آلاف من فرص العمل لشباب البلدين. وبيّنت التقارير أن هناك حاجة ملحة لهذه المناطق الحرة، خصوصا مع مرحلة ما بعد الحرب، حيث سيحتاج اليمن إلى ملايين من الأطنان، سواء من الإسمنت أو حديد التسليح والأخشاب وغيرها من مواد البنية التحتية. وتشير إحصائيات إلى أن عدد المشاريع المشتركة في المملكة 340 مشروعا، منها 196 مشروعا صناعيا، في حين أن عدد المشاريع المشتركة في اليمن 109 مشاريع. عنوان موقع المشاهد نت في صفحته الرئيسية: الاستعداد لإطلاق مشروع الكابل البحري للاتصالات في عدن أواخر فبراير الجاري. وأوضح القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية فيصل مرعي أن السعة الإجمالية للمشروع تقدر بحوالي 40 تيرابايت في الثانية لليمن حصة فيها، حيث سيتم إنزال فرع من الكابل البحري إلى مدينة عدن.
وأشار إلى أن 19 دولة من بينها اليمن ممثلة بالشراكة أو بالشركة اليمنية للاتصالات الدولية تشارك في المشروع، وتتكفل المجموعة الدولية بربطه إلى كل دولة، ومن ثم تتولى الدولة ربطه داخليا. وقال القائم بأعمال رئيس الهيئة إن الكابل البحري للاتصالات سيحدث نقلة نوعية كبيرة في مجالات الاتصالات في اليمن، كون أهميته لا تقتصر في خفض قيمة الخدمة للمستخدمين ورفع سرعات الإنترنت فقط، بل تمكن شركات الاتصالات من الانتقال للأجيال الجديدة في الاتصالات الخلوية. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. سقف نقاشنا فضاء حر، نعرض فيه مختلف الآراء والتوجهات، نناقشها دون قيود أو تحفظات، لنضعها بين أيديكم على طاولة فضاء حر. أهلا بكم من جديد. صحيفة الخليج الإماراتية كتبت عن حادثة استشهاد اللواء أحمد سيف اليافعي وعنونت: اليافعي قائد عسكري من العيار الثقيل. تقول الصحيفة: أصيب اليمنيون بفاجعة وحالة من الذهول بعد نبأ استشهاد اللواء أحمد سيف اليافعي الذي صال وجال في جبهات القتال المختلفة قائدا مغوارا لقوات الجيش والمقاومة بالصفوف الأمامية وخطوط النار مقارعا ميليشيا الحوثي وصالح. وتتابع الخليج: سطع نجمه عاليا عند مشاركته كقائد للمنطقة العسكرية الرابعة في معركة تحرير عدن إلى جانب قيادات ورجال الجيش والمقاومة والتحالف، ومواصلة قيادته معارك تحرير المناطق والمدن المجاورة لمدينة عدن من الانقلابيين في محافظات أبين ولحج وتعز. ميدانيا وتحديدا من أبين، قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية إن أجهزة الأمن ضبطت مخزن أسلحة تابعا لتنظيم القاعدة يحوي كميات من المتفجرات والعبوات الناسفة عقب مداهمة أحد المنازل السكنية في مدينة زنجبار عاصمة المحافظة. وأفاد مصدر أمني للاتحاد أن قوات أمنية داهمت منزلا تابعا لعنصر من تنظيم القاعدة في منطقة الكود في ضواحي زنجبار، وعثرت على كميات من المتفجرات والعبوات الناسفة المعدة للتفجير في غرف المنزل، مشيرا إلى أن العملية الأمنية جاءت ضمن الجهود المتواصلة من أجل تأمين أبين وملاحقة العناصر الإرهابية. صحيفة العرب الجديد كتبت حول كيفية تحول الأدوية إلى سموم في اليمن، وقالت: تزايدت مخاوف اليمنيين من انتشار الأدوية أو المستلزمات الطبية المقلدة أو المهربة التي لا تخضع لمراقبة وزارة الصحة العامة والسكان بهدف التأكد من سلامتها. وتتابع الصحيفة: لا يجد بعض المواطنين في صنعاء حلا غير شراء أدوية ومستلزمات طبية يعرفون أنها مهربة ولم تخضع للمراقبة، وقد أكد لهم الصيادلة ذلك. وتجدر الإشارة إلى أنه في حالات كثيرة تعمدت شركات يمنية أو تعمد شركات يمنية لاستيراد الدواء إلى تهريب عقاقير أصلية معترف بها، غير أنها تتعرض لعوامل عدة تؤدي إلى تلفها قبل أن تصل إلى المستهلك، حيث تحفظ بعض الشركات أو تحفظ بعض الشركات الأدوية في حفر تحت الأرض في مناطق قريبة من الشواطئ، ترسو قوارب تهريب في انتظار الوقت المناسب لنقلها. والوقت المناسب يعني عند تسلم أشخاص معنيين مناوبة الحرس عند نقاط التفتيش، إذ يكون بين هؤلاء وبين شركات الأدوية اتفاق على تمرير الشحنة من جهة أخرى. تتعرض المركبات التي تهرب الأدوية فيها لدرجات حرارة مرتفعة خصوصا في المناطق الصحراوية. السجناء الفلسطينيون ما زال بإمكانهم التحدث خارج السجن، ويمارسوا جزءا من حياتهم في سجون الاحتلال، وهو ما لا يحدث لمن هم سجناء في وطنهم كما يحدث للمختطفين لدى ميليشيا الحوثي. الروائي العربي إبراهيم نصر الله يتواصل مع سجناء في فلسطين، وقد كتب مقالا في صحيفة القدس العربي وقال في جزء منه:
كل شهر أو أقل لا ينسى صديقي الأسير في سجن صهيوني أن يتفقدني، يتصل بي، لا أعرف إن كان ذلك من داخل زنزانته أم من الساحة في ظل غيمة أم تحت الشمس، يتصل بي ليسألني عن كتابتي وصحتي ويتفقد حريتي. ذلك يحدث منذ 6 أشهر حين كتب لي سجين محرر وأخبرني: الشباب في السجن حابين يحكوا معك، يحتاجون إلى رقم هاتفك. اتصل صديقي طويلا، امتدت المكالمة نصف ساعة على الأقل، كنت أستمع إليه كما لو أنني أتحدث مع بشر للمرة الأولى بعد 100 عام من العزلة، وكان يتحدث بفرح ويقول: لقد استطعنا الحصول على نسخة من الرواية التي أوصيت بقراءتها، عددنا 84 سجينا هنا، وتلك مشكلة، اتفقنا أن نوزع أنفسنا على 42 مجموعة، كل مجموعة مكونة من 2، يقرأ الأول حين يكون الثاني نائما وهكذا. أنهيناها أخيرا وكنا فرحين. لا يريد الصهاينة أن يدخلوا أكثر من نسخة، لا بأس، ولكننا تصرفنا. أخبرك أنهم مزقوا خارطة فلسطين الموجودة في الرواية، كأنهم يعتقدون أنهم حين يمزقونها فإننا لن نعرف أين نحن، كأنهم يعتقدون أننا لن نعرف فلسطين. أي غباء هذا، لكننا فعلناها وقرأنا الرواية، قرأناها جميعا. قال لي إن إدارة السجن تسمح بدخول الكتب إلينا لأسبوع أو أكثر، ثم لا يسمحون بدخولها بعد ذلك، لكنهم يواصلون التباهي بأن إسرائيل دولة ديمقراطية، ويرددون: نحن لا نمنع دخول الكتب، وهم يقصدون تلك الفترات المتقطعة. وإلى صحيفة الشرق الأوسط والتي عنونت في أحد أخبارها: الصومال يحتفل اليوم بتنصيب فرماجو رسميا رئيسا للبلاد. وقالت التفاصيل: وسط إجراءات أمنية مشددة وتحت وقع المخاوف من تكرار هجمات حركة الشباب المتطرفة، تشهد الصومال اليوم مراسيم تنصيب رئيسها محمد عبد الله فرماجو في العاصمة مقديشو، وذلك بحضور عربي ودولي مهم. وقالت مصادر رسمية بأنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية في مختلف أنحاء مقديشو، وبخاصة في محيط مقر الرئاسة المعروف باسم فيلا الصومال، حيث انتشرت قوات الأمن والجيش المعززة بوحدات من قوات حفظ السلام الأفريقية. وأعلن فرماجو عن رصد مكافأة مالية تقدر $100,000 لمن يقدم معلومات تؤدي إلى إفشال الهجمات التي تنفذ بالسيارات المفخخة في البلاد. وفي أكثر الأخبار أو في أكثر أخبار شبكة البي بي سي قراءة: فلكيون يكتشفون 7 كواكب بحجم الأرض قابلة لوجود الحياة فيها. حيث أظهرت بحوث فلكية أن علماء الفلك اكتشفوا نظاما شمسيا يضم 7 كواكب بحجم الكرة الأرضية، تدور 3 منها على نجم كل مسافة مناسبة لاحتمال وجود مياه على سطحها. وتتابع الشبكة، يعرف ذلك النجم باسم ترابسيت 1، وهو نجم سماوي من كوكبة الدولو، ويبعد بنحو 44 مليون نسمة أو يبعد بنحو 44 مليون سنة ضوئية عن كوكب الأرض. وأضاف العلماء أن قرب هذا النظام الشمسي وحجم كواكبه 7 بالمقارنة مع النجم الصغير الذي تدور حوله يجعلها قابلة كي تكون محل دراسات متتابعة، ويأملون حسب الدراسة في أن يستكشفوا إمكانية وجود أدلة كيماوية على وجود الحياة على سطحها في المستقبل. يأتي الاكتشاف الجديد الذي نشر في مجلة نيتشر هذا الأسبوع استكمالا لأبحاث فلكية سابقة أظهرت أن هناك 3 كواكب تدور حول كوكب ترابسيت 1، وهي جزء من مجموعة من الكواكب يصل عددها إلى 3500 كوكب اكتشفت سابقا خارج النظام الشمسي. صحيفة الحياة أو صحيفة البيان عفوا عنونت في أحد أخبارها الأكثر قراءة: عملية إنزال لتحرير امرأة من طليقها في الرياض. وقالت الصحيفة إن الشرطة السعودية اقتحمت منزلا كان يتحصن فيه مواطن سعودي احتجز طليقته وابنته وعملت منزله، تحت
تحت تهديد السلاح، وتمكنت من تحرير المحتجزات واعتقال المسلح دون وقوع إصابات. وذكرت وسائل إعلامية محلية أن شرطة منطقة الرياض تلقت نداء استغاثة من امرأة سعودية تفيد عن قيام طليقها باحتجازها وابنتها داخل المنزل وأطلاق النار عليهم بقصد تهديدهم بالسلاح من نوع رشاش ومسدس. وقالت الصحيفة إن القوة الأمنية لجأت إلى إحداث فتحة في جدار المبنى بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني في المنطقة من أجل تحرير المحتجزات، ثم قام عناصر الأمن بعملية إنزال على سطح المبنى ومباغتة المسلح وضبطه. وتم إحالة الرجل وهو في عقده الرابع إلى مركز الشرطة المختص ومصادرة الأسلحة والذخيرة المضبوطة وإشعار جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القضائية. الكاتب الفلسطيني حسام أبو حامد كتب مقالا في صحيفة العرب الجديد تحت عنوان الفساد والدولة الأمنية، وقال فيه: الفساد أو سوء استخدام السلطة لتحقيق مصلحة شخصية قديم قدم التنظيمات الاجتماعية السياسية الأولى، ومبكرا حاول التفكير الفلسفي في شؤون السياسة علاج تلك الظاهرة إدراكا منه لخطرها على النظام السياسي والاجتماع البشري. منح أفلاطون في جمهوريته طبقات المجتمع الثلاث حريات غير متساوية، فللزراع والصناع حرية التملك بما يتماشى وسير العملية الإنتاجية، لكنهم محرومون من مشاركة سياسية لا تجيدها طبيعتهم. أما الجنود والمحاربون فليس لهم وعليهم سوى الطاعة، ممنوعون من الانشغال في التكسب وتنمية الثروة. أما تدخلهم في شؤون الحكم فخطر يجر معه نتائج كارثية. الحرية السياسية الكاملة يمنحها أفلاطون للنخبة الاستقراطية، وهم قلة من الحكام والفلاسفة شرط حرمانهم من حرية التملك درءا لاستغلالهم المنصب في زيادة الثروة الخاصة على حساب المصلحة العامة. ولطالما كانت العلاقة عكسية بين الفساد والمشاركة السياسية، فإنه في دول ديدنها انخفاض المشاركة السياسية كحال معظم الدول العربية، يستشري الفساد السياسي لينعكس في المجالات المختلفة إدارياً ووظيفياً وأخلاقياً، منتجاً استخداماً غير مثالي للموارد المالية والبشرية واستنزافاً لجزء كبير من الأموال العامة، وسواء في الجودة والنوعية، وانخفاضاً في الكفاءات الإنتاجية للمشروعات في القطاعين العام والخاص، ما يؤدي إلى تعثر عمليات التنمية الشاملة. لقطة المصور الفنلندي أوسكار كيسيرسي مجموعة من الصور الأخاذة في فنلندا واليونان لدرب التبانة، وهي مجموعة تحوي 200 حتى 400 مليار نجم، ويستطيع البعض أن يرى جزءا من درب التبانة بالعين المجردة في الليالي الصافية هناك. نتابع الصور. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم كشك الصحافة. نتابع الآن مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.